رئيس الحكومة عزيز أخنوش يجري بالرباط مباحثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماتياس كورمان. المباحثات تمت خلالها الإشادة بالتعاون الدائم والمثمر الذي يجمع المملكة المغربية بهذه المنظمة الدولية. خلال اللقاء تم الإعلان عن اختتام البرنامج القطري الثاني الذي يجمع بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يهم بالأساس تعزيز المواكبة والشراكة والتعاون في تنزيل عدد من الإصلاحات المهيكلة. بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن المغرب ما فتئ يعمل على تعزيز العلاقة مع المنظمة منذ انضمامه إلى المبادرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جينا من واحد السنوات اللي هي سنوات ديال العمل اللي هي كثيره ديال الشراكه وديال التعامل، وسوف نشتغل الحمد لله في يعني تنزيل ما يمكن تنزيله حتى يعني تكون بلادنا تسير الامام، وكذلك مناسبه بهذا الافاق بانه تكون عندنا افاق جديده للمعامله اكثر وللعمل اكثر في دراسه اخرى وفي تفاعل اكثر في المستقبل مع لوسيديو. البرنامج القطري الثاني يشكل لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون البناءة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باعتبار المملكة أول بلد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والرابع على الصعيد العالمي الذي ينخرط في هذه الشراكة المتميزة. L'OCDE a un partenariat très fort avec شراكة قوية جدا تربط بين المنظمة الدولية والمغرب، كما أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تدعم أجندة الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها المملكة، وتجدد التأكيد على دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي ومستوى عيش المواطنين المغاربة. البرنامج القطري الأول 2015-2018 مكن من مواكبة الإصلاحات الكبرى التي بشرها المغرب في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة. المملكة قامت بإنشاء بنية تحتية ترقى إلى أفضل المعايير الدولية والتي تمنحها ربطاً جوياً وأرضياً وبحرياً لا نظير له في المنطقة، حيث تتوفر اليوم على 2000 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة والتي سترتفع إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2030، كما تتوفر المملكة على أول خط قطار فائق السرعة في إفريقيا وأكبر ميناء في القارة الإفريقية على البحر الأبيض المتوسط، وقريباً تدشين واحد من أكبر الموانئ على المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى 19 مطاراً دولياً مما يوفر قدرة كبيرة على تغطية أوسع للقارة الإفريقية.